وصف ام بي سي ب 30 كلمه. ب 30 كلمه 30 في يكونوا عربي انجليزي. ب 30 كلمه شركه محترمه حبينا الشغل فيها كثير. عم بتعد والكلمات اوكي. حبتنا كثير كمان. تحفه. بحبها. جميله. الام يعني مناره. البي يعني بحبك. السي ثاني. شو السي؟ يا الله. سي صورة حلوة وهيدي صورتك الحقيقية ام بي سي بفضل كل الفريق العمل، كل هالعائلة الحلوة. ام بي سي محطة رائدة في عالم الإعلام، تطورت وطورت، قدمت وتقدمت. ام بي سي سباقة، ام بي سي هي الترند، ام بي سي هي على طول هي المستقبل. المكان اللي ولدت فيه واللي ترعرعت فيه واللي حبيته كثير واللي تعلمت منه كثير واللي بحبه كتير وراح ضل حبه. طامحة، رؤيوية، جدية، تحت الهم المشاهد. لها مستقبل رائع من تطور لتطور، خدمت الإعلام العربي، خدمت الجمهور العربي. فيها فرص إنه الواحد يطلع بشخصيته بحقيقته ويحكي ويعبر عن كل قصص العالم عالمنا. بتحترم المذيعين بتوعها. متألقة دائما. قناة كل العرب. ام بي سي محطة ما بتشبه اي محطة تانية، محطة العربية المميزة بعتقد، لانها بتجمع كل العرب عن جد، ما فيها لون واحد، هي عدد من الالوان، فين نقول عنها هي الاحمر والاخضر والاصفر وكل الالوان، هو كلمات وصف يعني. ام بي سي كل شيء. ام بي سي بقلبنا. ام بي سي بنحبك كثير. ام بي سي انت صعب شو دغري هيك 30 سنه يعني. I have to think about it. اكثر من هيك هي بايونيرينج بكل شيء، باهم انتاج، اهم اعلام، افضل تصوير، افضل تمثيل، افضل اخبار. قناه مثقفه، قناه محترمه، قناه بتحب العالم العربي كله. والله عندي 30 وصف الام بي سي بس مش جايين في راسي دلوقتي. استمرارية نجاح 30 سنة منا هينة، بس أكيد النجاح كمان ناطرك ب 30 السنة الجاية. 27 كلمة كل هون؟ بتخطط، بتنفذ، بتوصل صح، بتأثر، بتجن أوقات، عاقلة جدا. اوكي اودي ضرب ثلاثة. ام بي سي اسم خاص بالنسبة لنا و ثانك يو فيري ماتش.